والجماعة الحق هي الجماعة السلفية. سماحة الشيخ يقول: ما صحة حديث صلاة بإمامة خير من 70 صلاة بغير إمامة؟ هذا لا خبر لا أصل له، هذا موضوع مكذوب لا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا أصل لذلك. أيضا يسأل يقول: جنبوا المساجد الصبيان والمجانين. هذا أيضا حديث موضوع مكذوب لا صحة له صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. لكن يمنع من المساجد من يفسد فيها من مجنون أو صبي أو غيره، يمنع من العبث في المساجد ولو ما صح الحديث، لأن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتمنع من اللعب. نعم.